مساء النور للجميع. ما هو الوضع العاطفي في أسبوع الحب والعاطفة عند الحمل وجميع الأبراج هيدا الأسبوع؟ الحمل عاطفيا هيدا الأسبوع عنده تغييرات كثيرة، وخصوصا في علاقاته في الحب والعاطفة، وأيضا أفكاره هو كيف هو عم ينظر للعلاقة، شو هي الأهداف اللي بده إياها من العلاقة، إذا كان الهدف الزواج أو الانفصال أو الاقتراب أو الانسحاب. نظره إلى الأهداف متقلب جدا هذا الأسبوع. عنده تناقض ما بين الخلق يخلق شيء جديد، يدخل بعلاقة جديدة، وما بين الإحساس بالخذل أو الإحساس أنه في شيء حصل منه طبيعي. أوكي، فإذا هذا التناقض اللي عم يمر فيه هذا الحمل هالأسبوع، أو بجوز يمرق فيه لسه ما مر فيه، رح يخليه ضايع شوية عاطفيا، ما عارف بقرر ينسحب بيدخل أو ما هو الوضع عنده. كل الأحوال الحمل بحاول يرضي عائلته دايما، فإذا كانت العائلة عم تقول الانسحاب فهو غالبا ما ينسحب مثل ما قالت العائلة، أما إذا كانت العائلة عم تقول تقرب وزواج فغالبا ممكن هذا الشيء يحدث. بكل الأحوال نظرة الحمل للزواج هذا الأسبوع نظرة خايفة شوي، وعندها نوع من خيبة الأمل. شو عم بصير معكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. أما الأشخاص التانيين من ناحية الحب والعاطفة اللي ما عندهم هذه الحالة، فهن أيضا مركزين على العمل هذا الأسبوع، مش مركزين على الحب. فإذا أسبوع تقلبات عاطفية كثيرة، تغييرات عند الحمل قد تؤدي للابتعاد أو الانسحاب أو حتى للانفصال. بالتوفيق للحمل. الثور والحب والعاطفة هذا الأسبوع، الثور ضايع ما بين يعطي أو ينسحب. أوكي؟ أولاً عم بحاول يفكر بنفسه هو شو عمل، كيف كانت علاقاته العاطفية خلال السنوات أو الأيام الماضية، عم بحاول يتفاهم مع ذاته، يعمل تصالح ذاتي. بذات الوقت عنده خوف من المواجهة، خوف من المخاطرة، خوف من الاقتراب من أشخاص جداد أو بناء علاقة جديدة. كان في شيء نعرض على الثور وانسحب منه، ممكن علاقة انعرضت، علاقة سطحية، علاقة زواج، علاقة جنسية، شو ما كانت العلاقة اللي انعرضت على الثور عرضت عليه وسحبت منه، ولذلك منلاقيه الآن خايف، عنده نوع من المقاومة وعدم الثقة بالنفس مع الأشخاص اللي عم يعرضوا عليه أي شيء بهذه الفترة. ليه؟ لأنه فقد الثقة، فقد الثقة بالناس، فقد الثقة بالنفس، فقد الثقة بالأشخاص اللي عندهم عروض أو بالحب اللي معه أو حتى بالعلاقة يلي هو فيها. الثور مقرر هالانسحاب هيدا الأسبوع، وقد ينسحب ولكن الشريك أو الشريكة مش رح يخلوه ينسحب، مما قد يؤدي إلى بعض الخلافات، أو ممكن تحطوا قوانين جديدة لعلاقة جديدة. بالتوفيق للثور. مولود برج الجوزاء في الحب والعاطفة هيدا الأسبوع. الجوزاء هيدا الأسبوع صراحة ما عنده صبر، فقد الصبر بشكل نهائي، ضايع ما عارف وين بده يروح، بأي طريقة بده يحاول يستسلم ويفتح مجال للقادم، في أشياء قادمة جديدة له. لما بنقول قادم في عروض قادمة، إما عاطفية أو زواج أو خطبة، أو قد تكون عروض زواج وخطبة وسفر مرتبطين ببعض. ممكن أيضا تكون ارتباط عاطفي ومالي، فحسب كل واحد والحالة اللي هو عايش فيها. نصيحة بتقول انه انتو لازم تستسلموا، وصير عندكم ثقة بالناس، صير عندكم ثقة بنفسكم، ويصير عندكم ثقة ببكرة. مش رح يقدم لكم بكرة اشخاص اللي عايشين ضمن اطار السيطرة، مسيطر عليكم الاهل، مسيطر عليكم الخوف، مسيطر عليكم افكار سلبية. اللي عايشين ضمن هذا الاطار عندهم مشكلة، ما رح يقدروا يحلحلوا امورهم كتير بالحب، ممكن يستسلموا في النهاية أو يسافروا إلى مكان آخر. اكتبوا لي شو عم يصير معكم بالتعليقات جوزاء.
وحاولوا الانتباه إلى الصحة والجمال، فهذا الشيء كتير ضروري هالأسبوع في الحب والعاطفة. مولود السرطان وأسبوع الحب والعاطفة. السرطان بهالفترة صراحة أخذ قرار، عم بحاول يتقدم، عم بحاول يصير عنده علاقة حب أو تعرف جديد، أو عم بحاول يكون بتصالح مع الأشخاص اللي اوريدي في عنده علاقة معهم. بس أثناء هيدا الشيء مخلي حواجز، أوكي؟ يعني لما بيدخل شخص على حياته أو بيدخل شخص على قلبه، قد ما كان بحبه، قد ما كنتوا بتحبوا، بتوقفوا عند مكان معين أو بتخلقوا له حدود، إما لخوفكم من الوصول إلى التغيير، التغيير بتخافوا منه، خايفين منه هذا الأسبوع كتير، أو خوفكم من الثقة واستسلام كلي للحب والعاطفة، هناك خوف عم يمنعكم من التقدم. الأشخاص اللي عم بيفكروا بالزواج، الأشخاص اللي عم بيفكروا بانتقال، هذا الأسبوع عندهم خوف، خصوصاً اللي انفصلوا من علاقة سابقة أو صار عندهم طلاق أو صار عندهم تغيير بعلاقتهم العاطفية والتغيير كان مستفز، يعني فوق حجم العادة. بس اللي بدي لكم يا سرطان، إنه شئتم أم أبيتم، هناك حب جديد قادم لإلكم ورح يولع نار من تحتكم، رح تتغير حياتكم، وقد تغيروا تقرروا انه بدكم تتزوجوا، اوكي، او تستقروا في علاقة جديدة. بالتوفيق للسرطان. مولود برج الاسد في اسبوع الحب والعاطفة. الاسد هذا الاسبوع عنده حب جديد، رح يعطيه نوع من السرور، الهدوء العاطفي، الاستقرار، وسيمنحه ايضا استقرار مادي. جايز الشريك اللي انتم معه يحاول يساعدكم ماديا وعاطفيا، جايز بالزمان ما كان يجيكم مال او مساعدة مالية من العاطفة، الان ممكن يكون في فصل جديد من هذا التسامح وهذه المساعدة تمر عليكم في هذه الفترة. عزيزي وعزيزتي الأسد، الجوع للحب، للعاطفة، للقبول العاطفي، للتفاهم مع الشركاء وخلق أشياء جديدة، رح يخلق عندكم مرحلة جديدة وحيفتح باب جديد. بالتوفيق للأسد. عزيزي وعزيزتي مولود برج العذراء. عذراء في الحب والعاطفة خلافاتكم واردة أكثر شيء من العلاقة والحصول على أطفال أو أولاد عند البعض منكم، هذا عم يسبب نوع من الخلاف في العائلة وخلاف مع الشريك. عليكم بتقدير الأحوال ومحاولة حل هذه الأمور، الانتباه إلى الجمال الداخلي والخارجي، الاهتمام لأنه الشريك أو الشريكة ممكن عينون عم بتروح لبرا، أوكي؟ الصبر من الأشياء الضرورية لحتى تحصلوا على اللي بدكم إياه، وتبعدوا عنكم المنافسة، هناك منافسة حواليكم، أشخاص عم ينافسوكم على الحب والعاطفة، أشخاص عم يحاولوا ينافسوكم على الحبيبة أو الشريكة، هذه المنافسة بحاجة إلى أن تنتبهوا وتحاولوا تعبروا للحبيب أو الشريك عن الحب اللي موجود عندكم، أو تحاولوا تشعروا أن هناك الكثير من الحب ومن العاطفة لديكم، لأنه عم بحس أنه هو وحيد. خلاف ممكن يصير مع البعض منكم كان مأمل أنه يتزوج ويختلف على موضوع بسيط ويغير رأيه في مخطط الزواج أو في الخطوبة. بالتوفيق للعذراء. مولود برج الميزان في الحب والعاطفة، أسبوع 50%، ساعة فوق ساعة تحت، تقلبات كتيرة وهناك نوع من الفراغ في القلب، فاضي مش عم تقدروا تعبوا هذا الفراغ في القلب، إحساس من الوحدة، إحساس بالشعور بالخوف من اللي بده يصير، إحساس بأنه في ناس بدها تتخلى عنكم أو ناس بدها تفترق منكم أو علاقة بدكم تخسروها. صراحة الوضع العاطفي عتم شوي عند السرطان، والأمور بحاجة للتغيير إلى الإيجابية.
النصيحة هي بالإبداع، بخلق فرص جديدة، خلق حب جديد، التفاهم والتنظيم، وأيضا الاهتمام بالسفر، لأن السفر حياتيكم نوع من النقاهة العاطفية اللي بتقدروا تحلوا فيها بعض أموركم المتشابكة في هذه الفترة. علاقتكم مع برج الأسد وبرج السرطان جيدة وإيجابية في الوقت الحالي، وهناك بدء لحياة عاطفية جديدة قريب جدا رح يصير معكم. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب، عاطفيا أنتم بحاجة لبناء جذور الثقة مع الشريك، خصوصا إذا كنتم في علاقة ثلاثية أو حتى علاقة عادية، لأنه نوع من الثقة راحت ما بينكم وبين الشريك، أو الحب أو العاطفة أو الإحساس بأنه هناك سعادة عاطفية. طالما وصلتوا إلى هالنوع من التفكير فهناك نوع من الغليان الداخلي وشعور بالإحباط. أنتم بحاجة لتغذية فكرة أنه الحب موجود، العاطفة موجودة، علينا بالإحساس بهذه الحب، بهذه العاطفة، بهالباشن لحتى نقدر نتقدم إلى الأمام. ما في إنسان بيقدر يعيش بدون حب بدون عاطفة. في أمينكم عند زواج قريب جدا، تغييرات على الصعيد العاطفي، علاقتكم مع الثور والقوس إيجابية، وبعض منكم عنده زواج عن طريق الأسرة والأهل. عليكم بالعودة إلى الصفاء الداخلي، الهدوء الداخلي، والثقة بالنفس. بالتوفيق للعقرب. مولود برج القوس عاطفيا شو مخبي لكم في أسبوع الحب؟ هيدا الأسبوع عندكم نوع من القبول العاطفي، فرصة جديدة. العازبين ممكن يكون عندهم تعرف، أو ممكن يكون عندهم عرض لخطوبة. المنفصلين ممكن يكون عندهم لرجوع أو فرصة جديدة. وكذلك الأشخاص اللي حاسين أنه خدعهم الحب أو استسلموا لعلاقة ما كانت جيدة، جايز الأمور تتغير. مش دايما الأمور بتتغير بشكل جيد بنفس العلاقة، جايز تضطروا تتركوا شيء لتفتحوا باب جديد. هذا الأسبوع أسبوع حظ جيد عاطفي ولقاء إيجابي، حتى لو انفصلتوا أو ابتعدتوا أو اختلفتوا سيأتي منه شيء إيجابي. فما تحاولوا تخافوا أو يكون عندكم عدم ثقة أنه حتكونوا وحيدين، هذا الكلام مش صحيح. مشكلتكم هي تقع في الإخلاص، يا أما أنتم بتحسوا أن الشريك غير مخلص أو الشريك بحس أنه أنتم غير مخلصين. إذا كان هو مجرد شك بدون دليل فحاولوا تقنعوا الشريك بالعودة والمصالحة. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، في الحب والعاطفة هذا الأسبوع في أشخاص بتقدم لكم أحيانا عروض ثم تختفي. أوكي؟ السبب أنه هدول الأشخاص ما عندهم ثقة داخلية أو بناء عاطفي داخلي، ولا عندهم التركيز الكافي لأنه يحملوا علاقة من البداية إلى النهاية، ولا عندهم العقلانية. إذا عم تمروا بهذه الظروف فالخطأ مش بس منكم للاختيار الخاطئ، إنما من هالشركاء اللي ما عندهم عقيدة في الحب والعاطفة. رح تزدهروا، رح تكونوا أفضل، رح يصير عندكم نمو عاطفي من بعد ما تعملوا نوع من التأمل أو حب الذات أو الثقة بالنفس والبحث عن الشريك الجيد والمناسب للظروف الحياتية اللي انتوا عم تمروا فيها. والنصيحة هي، ما بعرف إذا مبينة عليكم، رح أقربها، سيلف لاف. سيلف لاف عليكم بحب الذات، الاقتناع بالنفس، محبة النفس، احترام النفس. لما بنبحث عن شريك بده يكون مناسب، مش أي شخص منشوفه بيضحك لنا، أو شخصية نسائية أو ذكورية حسب الحالة اللي أنتوا فيها بتضحك لنا، هن اللي بيستاهلوا حبنا. كل ما حبيتوا نفسكم أكثر ووقعتم في حب الذات مش الأنانية، احترام الذات، بهالحالة رح توصلوا إلى نجاح وكفاءة في العلاقة. بالتوفيق للجدي مهما كانت الظروف، حتى لو اضطريتوا إلى ترك شريك أو شريكة.
مولود برج الدلو بعض الخلافات هذا الأسبوع في الحب والعاطفة، سبب المقاومة وعدم السماح للشريك بالتعبير عن رأيه، عدم إعطائه المركز اللائق في العلاقة أو الشراكة بسبب ما بعرف أنتوا شو عم تقرروا، لماذا هذه المقاومة؟ بدكن ما بدكن، مش عم يقدر يقرأكن، مش عم يقدر يفهمكن، فلذلك ما عم تكونوا العلاقة أو الشراكة الكافية اللي فيها روابط قوية لتوصلوا للي بدكن إياه. علاقتكم مع القوس مع العقرب هذا الأسبوع ليست جيدة في الحب والعاطفة، بحاجة إلى إعادة النظر. كمان عندكم نوع من التعصب، التعصب هون بمعنى كيف بدنا نستخدمه بالعاطفة وليس سياسيا. التعصب هون بيعني انه مثلا بيجيكم اشخاص بيكونوا مناسبين، بتلاقوا فيهم شيء منه جيد، هو الشيء الوحيد الناس ما بتنتبه له، بصير عندكم لا عنده هذه الشغلة او عندها هاي الشغلة ما بيناسبني. فإذا في مشكلة هون، إما أنتم مش مقتنعين إنه بدكم حب أو عاطفة، أو عم تخلقوا المشكلة لحتى تعصبوا على الأشخاص، أو تخلقوا لهم نوع من السلبية أو الأخطاء لتخلصوا منهم. فانتبهوا إلى هذه النقطة، بالنهاية هيك بتكونوا عم تجذبوا أشخاص ما بيضلوا معكم بالعلاقة، وعم تتركوا الأشخاص الجيدين يروحوا. عزيزي وعزيزتي الدلو، هذا الأسبوع ليس الأفضل في الحب والعاطفة، ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم تكون أفضل. الحوت والحب والعاطفة. الحوت هذا الأسبوع عاطفيا عنده توازن عاطفي داخلي، عنده محبة للذات، عنده نظر إلى الرؤية الداخلية، انعكاسات إيجابية في الحب والعاطفة، وهناك نوع من السعادة الداخلية لاختياراته في العاطفة أيضا. مولود برج الحوت هذا الأسبوع عم بيمر بمراحل يهتم فيها بنفسه، بشخصيته، بجماله، عم بحاول يغير بعض الأساليب، وإذا كان الطلاق أو الانفصال هو الشيء الضروري لمقاومة العلاقات الفاشلة فهو عم يتبعه أيضا. أحيانا الطلاق بيكون إيجابي لأنه بيكون علاقة فاشلة، أو الانفصال مش دايما هذه الأمور سلبية، بالعكس من الأشياء اللي انتهت نخلق حياة جديدة، ولادة جديدة، لباب جديد وسعادة جديدة. الحوت عم يمر بتغييرات، مثل لما بنغير جلدنا أو بيطلع أشياء جديدة نتعلمها أو نستفيد منها. عزيزي وعزيزتي الحوت، الحكمة هذا الأسبوع انه تحاولوا تنتبهوا على نفسكم، تهتموا بجمالكم، تصرفوا مال على وضعكم الشخصي، المظهر الخارجي والجمال. بالتوفيق للحوت وجميع الابراج. شكرا كثير لكم، صباح الخير.